إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن الفتن؟ فقال القوم بأجمعهم: كلنا سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن الفتن. فقال عمر رضي الله عنه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ليس ذاك، وإنما الفتن التي تموج موج البحر. يعني عمر رضوان الله عليه بسؤاله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتن التي تموج موج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم. فقال حذيفة، وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا يا أمير المؤمنين. قال: أنت لله أبوك، ماذا سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث به عن الفتن التي تموج موج البحر؟ فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب ردها رفضها دفعها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثم حدثت أمير المؤمنين أن بينك وبين الفتن التي تموج موج البحر باب، إذا كسر هذا الباب فلن يسد إلى يوم الدين. فقال عمر لحذيفة رضي الله عنه: ويحك، أكسر هو أم فتح؟ لأنه إن كسر فليس له إصلاح من بعد الكسر، وأما إن فتح فعساه أن يرد يوما فيعود مغلقا. قال: أكسرا ويحك أم فتحا؟ قال: بل كسرا. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت،
فكان الرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما قتله ابو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز ابرة. في هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من دلائل النبوة وعلاماتها، أنه بقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ستأتي على الأمة فتن تموج موج البحر. وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يصبح فيها العبد مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأخبر المعصوم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يوشك أن يكون خير مال المسلم أو المؤمن غنما يتبع بها شعاب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ويستخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث فعل المقاربة يوشك، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الكلام من قرون متطاولات، فما هو الشأن اليوم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فجر النبوة ومنذ انبلاد صبحها يقول يوشك، يوشك باستخدام هذا الفعل من أفعال المقاربة، أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقد نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الدهر، ثم استيقظ مفزوعا يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، إني لأرى مواقع الفتن خلال ديارهم كمواقع القطر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج عنه كثير من الأئمة فيما هو ثابت عنه صحيح صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما علم أمرا من أمور الخير إلا ودلنا عليه، ولا علم أمرا من أمور الشر إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما أخبر عنه مولاه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما من أمر من أمور الخير إلا وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضحه، وما من أمر من أمور الشر يمكن أن يقع فيه المرء إلا وحذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجمالا أو تفصيلا. ولكن هناك أمورا تقع بين هذا وذاك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه الذي يرويه عنه النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأصل العظيم من أصول الدين أن هناك بين الحلال والحرام دائرة، وأن هذه الدائرة تلتبس على كثير من الخلق على كثير من الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما شخص الداء، بين صلى الله عليه وآله وسلم وصفة العلاج وكيفية الدواء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بالمثل المحسوس الذي تراه الأعين وتدركه الأفهام وتعلمه الخواطر، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه أو يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه،
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه مقدمة ضرورية، لأن كثيرا من الأمور تلتبس تحت نواظرنا وتحت أعيننا، ولا علينا أن نتهم أنفسنا بعد ذلك بأن البصائر منا قد انطمست. نسأل الله رب العالمين أن ينورها لنا، إنه على كل شيء قدير. ولكن لا ينبغي علينا أن نحمل على أنفسنا حملا شديدا مطلقا، لأن مثل هذه الأمور التي تشتبه وتلتبس على كثير من الناس، كما أخبر نبي رب الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وقعت لمن هو أعلى منا تعبا، وأثبت منا إيمانا، وأيقن منا يقينا، ومن لا مغمز ولا مطعن في دينه وكيف وهو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الدارمي بسند حسن عن عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، أي قبل صلاة الصبح، فإذا خرج إلينا سرنا معه إلى المسجد. وهذا من حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتلاميذ الأوائل الذين تربوا على أيدي الصحابة، من حرص هؤلاء جميعا على طلب العلم الشرعي الصحيح، فيجلسون على باب عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قبل صلاة الصبح، عشان يخرج إليهم فيسير معهم إلى المسجد فيحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع، أو يفتي بفتوى على حسب علمه الذي علمه إياه نبيه ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبينما نحن جلوس قبل أن يخرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما، إذ جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ فقلنا لا، فجلس ولم يهيج عبد الله بن مسعود، ولم يطرق عليه بابه، وإن كان له صنوا، وإن كان له قرينا، وإن شاركه في منزلة الصحبة وفضلها، وإنما جلس مع الجالسين ينتظر خروج أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج عبد الله بن مسعود قال له أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا، أي سابقا، أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: ما رأيت؟ قال: إن عشت فستراه. رأيت بالمسجد آنفا قوما حلقا، في كل حلقة منهم رجل ومعه حصى يعدون به التسبيح والتهليل والتحميد، وهذا الرجل الذي بين يديه الحصى في كل حلقة من الحلق يقول: هللوا 100، فيهلل القوم 100 وهو يعد بالحصى، فإذا فرغ الحصى من بين يديه نقلا له من موضعه قال: سبحوا 100، فإذا فرغ الحصى من بين يديه نقلا قال: احمدوا الله 100، فيفعلون ما يقول. قال: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك او انتظار امرك. قال: هل امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم الا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم سار حتى وقف على تلك الحلق فقال: ما هذا الذي اراكم تصنعون؟ قالوا: يا ابا عبد الرحمن، حصا نعد به التهليل والتسبيح والتحميد. قال: فعدوا سيئاتكم وانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا: يا ابا عبد الرحمن، والله ما اردنا الا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. ما اردنا الا الخير، وارادتهم للخير هذه جعلت ابا موسى الاشعري وهو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
والسائر على نهجه صلى الله عليه وآله وسلم يقف في الحكم على هؤلاء ولا يستطيع أن يجرد عليهم حكما بسيف دليل. يقول والله ما رأيت إلا خيرا. ولكن العلم جعله الله رب العالمين غير حكر على أحد وفوق كل ذي علم عليم. فلما أتى عالمها افتى فيها وأوجز وحز المفصل رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن مسعود: وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من طالب للخير لن يدركه. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وهذه آنيته لم تكسر، والله إنكم لعلى ملة هي أهدى مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يقول عمرو بن سلمة راوي الحديث: فوالله لقد رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. في هذا الحديث الأصل العظيم يبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قانونا عجبا، ولا غروة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه هو إمام العلماء يوم القيامة، يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة. قال العلماء: الرتوة هي مرمى الحجر. فهو إمامهم يوم القيامة والمقدم عليهم، وإمام الجميع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لن يدركه، وكم من طالب للحق لن يصيبه. وذلك أن مراتب الوصول إلى الحق أربع: هي أن يدعى على أمر ما أنه هو الحق، ثم أن يقام على هذا المدعى دليل صحيح من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإجماع أو آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا ما أقيم الدليل لا نتوقف عند إقامة الدليل، وإنما ينبغي أن نفهم الدليل فهما صحيحا. فإذا كان الدليل من كتاب الله رب العالمين فينبغي أن يكون الفهم هو مراد الله رب العالمين من هذا الدليل، وإذا كان الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي أن يكون هو مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدليل. ثم لا نتوقف عند حدود فهم الدليل الصحيح فهما صحيحا، وإنما ينبغي أن نلتفت إلى مزلق تزل فيه كثير من الأقدام، نسأل الله الثبات والعافية، وهو المرحلة الرابعة من مراحل الوصول إلى الحق، وهي أن تطبق الفهم الصحيح للدليل الصحيح تطبيقا صحيحا يكون هو عين التطبيق الذي طبقه سلف الأمة الصالح بالأدلة التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ودون المثال الذي يوضح هذه المراحل توضيحا تفصيليا، يأتي بعض أهل العلم فيقول: إن السنة بالوقوف في الصف في الصلاة أن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. فهذا الكلام المجرد دعوى من غير دليل، وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل الوصول إلى الحق. فإذا طولب هذا المدعي بهذا الكلام، إذا طولب بالدليل الصحيح قال: أخرج البخاري تعليقا في صحيحه عن النعمان بن بشير قال: كنا نؤمر بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه في الصلاة ومنكبه بمنكب أخيه. وهذا الحديث المعلق الذي رواه البخاري في الصحيح موصول من عدة جهات أخرى
كلها صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرفوع إليه صلى الله عليه وآله وسلم. لو أننا توقفنا عند حدود هذا الدليل الصحيح فلن نفهم شيئا، لأن أحدنا ربما فهم أن الكعب الذي يؤمر المسلم بأن يلزقه بكعب أخيه في الصلاة هو مؤخر القدم، وهذا فهم شائع بين جماهير المسلمين اليوم، يظنون أن كعب الرجل هو مؤخر القدم. يأتيك الدليل الصحيح ويكون ثابتا في الصحيحين، أو يكون آية واضحة محكمة في كتاب الله رب العالمين، ويرى أن الفهم ربما أخطأ من أخذ من غير أن يتبع الفهم الذي هو عين مراد الله رب العالمين في كتابه، وهو عين مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته. لو أننا توقفنا عند حدود الفهم العامي لقول النعمان بن بشير كنا نؤمر بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه في الصلاة لوقفنا متدابرين، وألزق كل منا مؤخر قدمه بمؤخر قدم أخيه في الصلاة، وهكذا نفهم فهما مغلوطا لم يرد عليه نص من كتاب ولا أثارة من سنة ولا صحيح ولا أثر صحيح. فعلينا أن نفهم الدليل الصحيح الثابت فهما صحيحا. وأما الفهم الصحيح فالصحيح أن الكعب الذي أمر المسلمون بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه في الصلاة فهو العظم الناتئ البارز في الرجل، هو العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، وهذا هو الذي يمكن أن يلزق بالكعب المقابل للأخ الذي يقف على يمينك أو على يسارك في الصف في الصلاة. هذا فهم صحيح. لو أنك توقفت عند حدود الفهم الصحيح للدليل الصحيح ولم تبحث كيف يكون التطبيق الصحيح للفهم الصحيح للدليل الصحيح الثابت، ربما تخلف عندك التطبيق ولا تكون متبعا لا للكتاب ولا لسنة النبي العدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والبيان أننا إذا فهمنا فهما صحيحا أن الكعبة هو العظم الناتئ في جانب الرجل، وأننا قد أمرنا بالدليل الصحيح أن يلزق أحدنا كعبه بكعب أخيه في الصلاة في الصف، ثم بعد ذلك أردنا أن نطبق، فأتى رجل يعلم هذه السنة في الصلاة ووقف بجواره رجل لا يعلمها، الذي يعلم يحاول أن يلزق كعبه بكعب أخيه والآخر لا يدري شيئا عن هذه السنة ولا يعلم لها خبرا، فهو يضم رجليه والآخر يفتح رجليه يريد أن يلزق كعبه بكعب أخيه في الصلاة، فما تكون النتيجة إذا ما طبقنا هذا التطبيق الفاسد غير الصحيح للفهم الصحيح للدليل الصحيح الثابت؟ النتيجة أن يقف مسلم وقد فرج ما بين رجليه على أقصى اتساعهما، وآخر بجواره قد ضم ما بين رجليه على أقصى ما يمكن أن تضم، وهذا تطبيق فاسد غير صحيح لفهم صحيح لدليل صحيح ثابت في كتاب الله. وإنما ينبغي علينا أن نطبق تطبيقا صحيحا، فتحاول على رجاء أن يكون الذي على يمينك أو على شمالك عالما بهذه السنة مدركا لها محبا لتطبيقها، فإن كان وإلا فتبقى النية في اتباع السنة ويكف العمل، فإذا ما فرغ من الصلاة علم، وكذلك تكون مطبقا لفهم صحيح لدليل صحيح ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تخلفت مرحلة من مراحل الوصول إلى الحق وقع المرء دون الحق ولم يستطيع أن يدركه، وإذا ما كان بملكه وبقوته وباستطاعته أن يعرف تلك المرحلة على وجهها الصحيح، ويستطيع لو أنه خرج من حدود تقصيره أن يصل إلى الحق باتباع المراحل الأربع، فإنه إذا ما فعل ذلك وعنده القدرة على جبر تقصيره يكون آثما مقصرا. وليس الأمر يقف عند حدود نفسه، غير أن الأمر يصيب الأمة في مجموعها، ويصيب جماعة المسلمين في جملتهم وتباعضهم وتفارقهم، ثم يقوى الخلاف والتناحر بين الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ودون كما يحدث في قضية خطيرة من قضايا هذا الدين، هي أصل ثابت
بصحيح ومحكم سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبما هو محكم من آيات منزلات على قلب المختار صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من منطلق الكتاب العزيز الذي بين أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبين أن المنافقين بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، القرآن الذي أثبت من منطلقه يبين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على الذين من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فسقينا من الماء واستقينا ولم نؤذي من فوقنا، فلو أن الذين من فوقهم تركوهم لهلفوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لندوا وندوا جميعا، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يخالفن الله رب العالمين بين قلوبكم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، قضية ثابتة. ولكن مراحل الوصول إلى الحق تتخلف عندنا في التطبيق تخلفا بديعا بديعا عجيبا في انحطاطه وقماعته وقزامته وسفالته. ألا إن الإمام العظيم ابن القيم رحمة الله عليه ليبين في إعلام الموقعين بيانا ينبغي أن ينقش على صفحات القلوب، أن الأمر بالمعروف وأن النهي عن المنكر مراتب، وأن النهي عن المنكر وتغيير المنكر بالذات مراتب أربع. تغيير المنكر كما بين الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين مراتب أربع، فأولها أن يغير المنكر بمعروف لا منكر فيه، والثانية من المراتب أن يغير المنكر بمنكر أقل شرا من المنكر الأول، والثالثة أن يغير المنكر بمنكر مثله، وأما الرابعة فأن يغير المنكر بمنكر أعظم منه وأكبر. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول المرتبة الأولى والثانية التي يغير فيها المنكر بمعروف أو المنكر بمنكر أقل منه فيكون ها هنا فارقا بين المنكرين هو معروف في نفسه، هاتان المرتبتان مشروعتان بالكتاب والسنة. وأما الثالثة التي يغير فيها المنكر بمنكر مماثل مساو فإنها محل اجتهاد بين العلماء لا يقدم عليها إلا أهل العلم، وأما أن يغير المنكر بمنكر أعظم منه وأشد خطرا فهذا هو الحرام. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول لقد كنا نخرج مع شيخ الإسلام ابن تيمية فيمر على التتاري وهم يشربون الخمر على قوارع الطرق، فنريد نحن أن ننهى هؤلاء الذين ادعوا الإسلام ودخلوا في الإسلام باللفظ ظاهرة، نريد أن ننهاهم عن هذا المنكر فينهانا هو عن نهيه. تقول دعوهم، فإنما ينهى الرجل عن المنكر من أجل أن يقع في المعروف، من أجل أن يدع المنكر إلى منكر أقل منه، من أجل أن يدع المنكر إلى معروف لا منكر فيه. وأما هؤلاء فإنكم تخرجونهم من حد شرب الخمر إلى حد سفك دماء المسلمين إلى حد الاعتداء على أعراض المسلمين والمسلمات، فهؤلاء تركهم على ما هم عليه هو المعروف، وتغيير هذا المنكر الذي هم فيه هو في نفسه منكر. ينبغي أن يكون تغيير المنكر بالمعروف، ينبغي أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف، وينبغي أن يكون نهيك عن المنكر غير منكر، ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف وأن يكون النهي عن المنكر غير منكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخذ بحجج الناس وهم يأبون إلا أن يتهافتوا على النار كما يتهافت الفراش، وأنتم تأبون إلا أن تتفلتون مني بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم،
نسأل الله رب العالمين أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع وأول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد عباد الله، فإن من له أدنى اطلاع، وهذا أمر الجهل به هو عين العلم، من له أدنى اطلاع على الكتاب المقدس أو على العهد القديم على وجه التحديد، وهو ما يؤمن به اليهود إيمانا جازما يزعمون أنه منزل على قلب موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، من له أدنى اطلاع على العهد القديم يعلم مدى الحقد الذي يضمره اليهود لمصر على وجه التحديد، فإن عندهم في سفر حزقيال وغيره يقول هكذا بالنص، والنص بالعربية، بل هو نص مطبوع ها هنا في هذه الأرض التي يتمنون لها الخراب. يقول النص: وأهيج مصريين على مصريين حتى يكون الأخ يقتل أخاه ويسبي الأخ أخاه ويجف النهر وتنتن الترع، ولا يبقى في مصر عذراء واحدة، ولا يبقى في مصر عذراء واحدة، ثم أشتت المصريين في الأرض فيتيهون فيها 40 سنة كما تاهت إسرائيل فيه، ثم أجمعهم بعد ذلك فيكونون في الأرض مملكة حقيرة. وأهيج مصريين على مصريين، أهيج مسلمين على نصارى يحتمل، أهيج نصارى على مسلمين جائز، أهيج حكومة على شعب ممكن، أهيج شعبة على حكومة لا مانع، المهم أن يصل في النهاية إلى تهييج مصريين على مصريين حتى يكون الأخ يقتل أخاه، وحتى يكون المسلم يسبي أخاه المسلم، وأهيج مصريين على مصريين، ثم بعد ذلك يأتي الخراب وتحل الحرب الأهلية. نسأل الله أن يسلم ديارنا منها، إنه على كل شيء قدير. ألا وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الدماء، حذر منها تحذيرا شديدا أكيدا، وقال في الذي صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إنه إن لو اشترك أهل السماوات والأرض في دم عبد مؤمن كبهم الله رب العالمين في النار، لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم عبد مؤمن لكبهم الله رب العالمين في النار، لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم عبد مؤمن لكبهم الله في النار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص في هذا الأمر بحال أبدا، بل ربنا تبارك وتعالى بين أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له بعد ذلك في الآخرة العذاب الأليم العظيم المهين. والعلماء رضوان الله عليهم يقررون في الدماء قاعدة، يقولون: لأن تخطئ فتدع 1000 كافر أصلي في الحياة أهون عند الله رب العالمين من أن تخطئ فتريق ملء محجمة من دم عبد مسلم. الخطأ في تركك 1000 كافر أصلي في الحياة، الخطأ في ترك ملء الأرض من الكفار في الحياة أهون عند الله رب العالمين من الخطأ بإراقة ملء محجمة من دم عبد مسلم معصوم الدم، معصوم الحياة، معصوم الأرض، معصوم المال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ربنا سبحانه جل في علاه، لم يرخص في الدماء بحال، ويكون القصاص يوم القيامة عنيفا جدا،
لا لانه في نفسه عنيف، ولكن من اجل ان يتناسب مع عنف الفعلة التي كانت، الا وانه يوم القيامة عندما تنصب الموازين يقتص ربنا سبحانه للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فتنبت القرون للشاة التي كانت في الدنيا لا قرون لها، ثم عدت عليها من لها القرون نطحا وضربا، فينبت الله رب العالمين للجلحاء قرونا فتقتص من الاخرى، ثم يقول للجميع كونوا ترابا، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ايها الاحبة، من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، انه لن يحرس احد دينه ما لم يحب ارضه، ما لم يحب عرضه، ما لم يحب بلاده، ما لم يحب وطنه. ونخطئ كثيرا عندما نظن وعندما ندعي، بل عندما نعتقد، يكون الخطأ اعظم ويكون الفحش اقوى ويكون اعلى في ميزان الحسنات عند الله في ميزان السيئات عند الله، عندما نعتقد ان حب الديار مناف لدين الله رب العالمين، خطأ واه. وانما هذا رد فعل، رد فعل على من كانوا يقولون بالقوميات والتعصب للارض والمكان، فقيل ان جنسية المسلم هي كل الارض، وارض المسلم وارض الاسلام التي يقال فيها لا اله الا الله، وهذا حق لا مرية فيه، غير ان التطبيق نتخلف فيه فنخطئ. احبوا ارضكم واحبوا بلادكم واحبوا اوطانكم، والا فلو عدا عليها العادي من غير الملة وانتم تكرهونها، فما الوازع الذي يجعلكم تدافعون عنها، تتخلون عنها ايضا، وتولون الادبار وتقعون في اكبر المنكر واعظم الحرام عندما تولون الادبار تاركين الارض والديار والاوطان، وانا لله وانا اليه راجعون. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة يلتفت اليها دامع القلب باكي الفؤاد، يقول اما انك لا احب ارض الله الى الله واحب ارض الله الي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرج. بل ان اصحاب النبي من الانصار كانوا يعرفون مدى محبة العربي قبل الاسلام للارض، فلما اتوا في البيعة، في بيعة العقبة الكبرى، يقولون يا رسول الله لو اننا نصرناك وازرناك واظهر الله هذا الدين بعد ان تأتي الينا مهاجرا الى المدينة، ثم نصرك الله رب العالمين واعزك، تدعونا عند ذلك وتعود الى ديار قومك والى اوطانك والى اهلك والى بلادك التي كان فيها مسقط راسك صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا: بل الهدم الهدم والدم الدم، انتم عيبتي واهل نصحي. وكان معهم صلى الله عليه واله وسلم لانه بايع، والا لعاد صلى الله عليه واله وسلم. بل ان الاصحاب لما هاجروا الى المدينة اتتهم الحمى والشوق، كما تخبر عائشة رضوان الله عليه: واشتاقوا واتاهم الجوى، وهو حدة الشوق وحرقته تعتمل في القلب وبين الجوانح، يحنون الى مكة، يحنون الى موطن الصدى ومراتع الشباب، يريدون ان يعودون الى الارض التي فضلها الله. غير ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة او اشد. فوالله ما خرجوا عن محبتهم الشديدة لارض الله رب العالمين المقدسة بمكة الا لدعوة النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم. اعلموا ان هذه الارض، ان مصر صخرة، صب على تلك الصخرة كثير من الهجمات من فجر التاريخ، من قبل الاديان الثلاثة المعروفة، بل من قبل ابراهيم عندما ردت هذه الارض قمديز الفارسي، عندما اتى من اجل ان يجل هذه الارض ردته هذه الارض، ورده هؤلاء الاقوام الذين يحيون عليها، ثم اتى من بعد ذلك من اتى من التتار والصليبيين تردهم مصر برحمة الله رب العالمين، جعلها الله رب العالمين كنانة في الارض. فزودوا عن ارضكم واحبوا ارضكم واياكم ومضلات الفتن، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. نسأل الله رب العالمين ان يسلمنا وان يسلم منا، انه على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
ومن طاعتك ما تبلغ به ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من سكرات الموت، نعوذ بك من سكرات الموت، نعوذ بك من سكرات الموت، نعوذ بك من ضمة القبر، نعوذ بك من عذاب في القبر، نعوذ بك من عذاب في النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يا عزيز يا غفار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. لا صبر علينا على مس النار، فأجرنا من النار. اللهم إنا ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا. اللهم إنا ذلاء فأعزنا، اللهم إنا ذلاء فأعزنا، اللهم إنا ذلاء فأعزنا، اللهم إنا وضعاء فارفعنا، اللهم إنا وضعاء فارفعنا، اللهم إنا وضعاء فارفعنا، اللهم إنا عراة فكسنا، اللهم إنا عراة فكسنا، اللهم إنا عراة فكسنا، اللهم إنا حفاة فاحملنا، اللهم إنا حفاة فاحملنا، اللهم إنا قساة فليننا، اللهم إنا قساة فليننا، اللهم إنا قساة فليننا. نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر جوارحنا من الرياء، 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 طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر أعيننا من الخيانة، طهر أعيننا من الخيانة، طهر أعيننا من الخيانة. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم سلم ديارنا وديار المسلمين، اللهم احم وطننا وأوطان المسلمين، اللهم جنب وطننا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين، ألف بين قلوب الأمة، اجمع الأمة على كلمة سواء، اجمع الأمة على كلمة سواء، اجمع الأمة على أمر رشد،
يعز فيه اهل الطاعة ويذل فيه اهل المعصية ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، ارفع سخطك وبقتك عنا. اللهم فرج كروبنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، اجبر تقصيرنا، اجبر تقصيرنا، اجبر تقصيرنا، عدنا اليك فلا تردنا خائبين، عدنا اليك فلا تردنا خائبين. إن رددتنا فمن يقبلنا، إن رددتنا فمن يقبلنا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم قد بلغ السيل السبا وجاوز الماء الطبا، فانصر الإسلام وأعز المسلمين. أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم إن شؤم المعصية على وجوهنا تبيض وجوهنا، اللهم إن سواد الذنوب على قلوبنا تبيض قلوبنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك أنت الرجاء، لا نهلك أنت الرجاء، لا نهلك أنت الرجاء. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، وادر الدائرة عليه، وزلزل الأرض من تحت قدميه. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا.